نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس لينير الروح القدس عقول الحكام ويبعث فيهم الحكمة والحس بالمسؤولية. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل. السفير البابوي بعمان: الأردن يعد مثالا في الحوار بين الأديان وبلد استقرار في الشرق الأوسط. في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: إقليم كردستان ملاذ آمن لمسيحي العراق. وفيها أيضا الروح القدس المعزي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالحديث عن الروح القدس في الوحي بالقول: إن الكتب المقدسة تنقل كلمة الله بشكل ثابت وتجعل صوت الروح القدس يتردد في كلمات الأنبياء والرسل، وأضاف: إن الكنيسة تتغذى من القراءة الروحية للكتاب المقدس، وبما أن الكنيسة هي مزودة بالروح القدس فهي عمود الحق وركنه، ومهمتها هي أن تساعد المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقة على تفسير نصوص الكتاب المقدس بشكل واضح. ودعا قداسته لأن تساعد العظة على نقل كلمة الله من الكتاب إلى الحياة، وختم تعليمه بالقول: ليساعدنا الروح القدس على أن نفهم محبة الله هذه في مواقف الحياة الملموسة. احتفلت السفارة البابوية في الأردن بالعيد الوطني لدولة الفاتيكان وذكرى مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي والمملكة الأردنية الهاشمية. شارك بالمناسبة غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين وعدد من السفراء وشخصيات رسمية. وألقى سعادة السفير البابوي في الأردن جوفاني بيترو دالتوزو كلمة قال فيها: إن وجود سفارة في عمان يعبر عن الأهمية التي يخصها الكرسي الرسولي للعلاقات مع الأردن، وهو كجزء جوهري من الأرض المقدسة. وأشار سعادته إلى وجود 6 كنائس كاثوليك في المملكة، هذا من الجانب الكنسي، كما أن الأردن يعد مثالا في الحوار بين الأديان، مذكرا بوجود المعهد الملكي للدراسات الدينية. أما الجانب السياسي فالأردن بلد استقرار في الشرق الأوسط وجسر مهم بين الشرق والغرب، كما يشكل جزءا أساسيا من الأراضي المقدسة. ومن مصلحة الدولتين المشتركة تعزيز السياحة الدينية بسبب وجود مواقع للحج المسيحي في هذه المملكة. على صعيد آخر وتحت رعاية السفير البابوي بعمان المطران جوفاني دالتوزو، أقام اتحاد الرهبانيات في الأردن ومبادرة ينابيع الأمل حفلة تخريج الفوج الثاني من سفراء الأمل بمشاركة مدارس البطريركية اللاتينية ماركا وجبيها ومدارس راهبات الوردية المصدار وجبل عمان، وحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات والهيئات التدريسية والإدارية وذوي الطلبة الخريجين والخريجات وجمع كبير من المدعوين. وتخلل الحفلة إلقاء كلمات للراهبات والهيئات التدريسية والطالبات والطلاب، واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين، تلا ذلك التقاط الصور التذكارية. بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية وشعبية حاشدة ومشاركة واسعة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أحيا الآلاف من رعايا الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مناطق المملكة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل بمدينة عنجرة بمشاركة السفير الفاتيكاني المطران جيوفاني دالتوزو والنائب البطريركي للاتين الأب جهاد شفحات وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير لرعايا من عدة كنائس محلية من المؤمنين الذين قادموا من مختلف مناطق المملكة لإكرام السيدة العذراء. وقد شارك آلاف المؤمنين من مختلف الكنائس الكاثوليكية في المملكة في القداس الإلهي الذي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، وذلك في كنيسة سيدة الجبل في عنجرة. الموقع المعتمد من الفاتيكان كأحد مواقع الحج المسيحي في الأردن،
عاون غبطته في القداس القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب الدكتور جهاد الشويحات وعدد من الكهنة والشمامسة. وفي عظة القداس قال غبطة الكاردينال: في هذا العيد نطلب من الله تعالى أن يرسل الروح القدس لكي نرى المحبة والخير والطيبة في جميع الناس، حيث أننا بحاجة إلى أن نرى بعين الرجاء والأمل المستقبل الذي ينتظر أبناء الكنيسة وأبناء هذه المنطقة بشكل خاص. وأشار غبطته إلى أن هذا الحج الذي يقام سنوياً يسهم في زيادة التآلف بين الرعايا المسيحية، ويعبر كذلك عن الضمير للعودة إلى الله، منوهاً بأن الأردن يعد نموذجاً يحتذى في العيش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف أن حضور الله تعالى لا يكمن في الأمور العجائبية، إنما يمكن أن نلتمسه في الحياة اليومية وفي الأعمال البسيطة، مبيناً أن هذه الرؤية لا تتم إلا إذا كانت مشتركة بين الجميع. ورفع غبطته الصلاة من أجل العائلة الأردنية الواحدة من مسيحيين ومسلمين، ومن أجل السلطات المدنية التي تعمل دائماً على تعزيز أواصر أفراد هذه العائلة.
ومن جهته أشار راعي كنيسة سيدة الجبل في عنجرة الأب يوسف فرنسيس إلى أهمية الحج الذي يعتبر فرصة لالتقاء آلاف الحجاج من مختلف محافظات المملكة، معرباً عن أمله أن تكون ثمرة الحج سلاماً وخيراً على جميع المشاركين وذويهم، كما دعا الله أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده وأن ينعم الأردن دوماً بالأمن والاستقرار. وختم القداس بترانيم أحيتها جوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة على أنغام معزوفات موسيقية قدمها كشافة اللاتين، تلاها تبادل التهاني بين عموم المشاركين بهذه المناسبة المباركة. هذا وكان في استقبال ضبطة الكاردينال لدى وصوله إلى باحة الكنيسة محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف والنائب فريد حداد ونائب مدير الشرطة العقيد عبد الرحمن خريسات وهشام الشخاتري مساعد الأمين العام في وزارة السياحة والآثار وعدد من مسؤولي الكنائس والدوائر الرسمية والأهالي. يعقد في 21 من الشهر القادم بمنطقة البحر الميت مؤتمر القانون الكنسي السنوي 11 بمشاركة المحاكم الكنسية اللاتينية في عمان والقدس والناصرة، ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية ثلاث دورات لقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في البلاد العربية، وأخرى للمحامين القانونيين، وثالثة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. ويناقش المؤتمر الذي يستمر 8 أيام موضوعات متعددة تتعلق بالزواج والطلاق وكيفية التعامل معه. دار سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس مخيم الموسيقى البيزنطية الثاني الذي أقيم في بيت الحجاج التابع لكنيسة القديس جوارجيوس في مادبا بمشاركة 50 عاشقا للموسيقى بينهم 6 أشخاص من فلسطين. اشتمل المخيم عددا من الورشات المكثفة المرتبطة بالترتيل بالإضافة إلى ورشة لتدريب المشاركين على الأصوات والإيقاع، وقد تحدث سيادته إلى المشاركين في المخيم عن الموسيقى البيزنطية وأهميتها في الكنيسة، داعيا إياهم للعمل والترتيل بمثابرة في الكنائس الرعوية بشكل لائق. كما شجع سيادته كل من يرغب من أبناء الكنيسة الالتحاق بمدرسة الموسيقى، ثم استمع إلى ترتيل وموسيقى المشاركين قبل أن يجتمعوا معا على مائدة المحبة. بمناسبة عيد أحد العنصرة وحلول الروح القدس أقيم في كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية خدمة القداس الإلهي الذي ترأسه المطران خريستوفوروس. عاونه في الخدمة عدد من الآباء والشمامسة بحضور أبناء الرعية، وفي نهاية الخدمة قال سيادته: نحن من بعد حلول الروح القدس على التلاميذ نلبس المسيحة وننال مواهب ونعم الروح القدس، ونشترك منذ الطفولة مع السيد المسيحي من خلال أسرار الكنيسة، داعين الجميع إلى عدم تأخير معمودية أطفالهم والاهتمام بالابتعاد عن العادات الاجتماعية الرديئة. وفي نهاية القداس أقيمت صلاة السجدة. أقيم في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد قداس احتفالي بعشية عيد العنصرة، ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة من الشدايقة وخدام الهيكل وسط حضور لافت لأبناء وبنات الرعية. وفي ختام الاحتفال تم الإعلان عن افتتاح سنة اليوبيل الماسي للكنيسة، تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
على كلمات ترتيلة اللهم نمدحك، بلش القداس الاحتفالي بعشية عيد العنصرة في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد. ترأس القداس الأبونا فراس عريضة كاهن الرعية وساعده الشدايقة وخدام الهيكل، وأكيد وسط حضور كبير من أبناء وبنات الرعية. ومثل ما وعدنا الرب أرسل الروح القدس على العذراء والرسل، فوعود الرب حق وحقيقة، وبالروح القدس المرسل خوف اليتيم زال واختفى أكيد. فسبع مواهب بعطينا إياها الروح القدس، من الحكمة، الفهم، القوة، المشورة، مخافة الله، العلم والتقوى، فيها من عزي أنفسنا كأبناء وبنات للرب. وبعشية عيد العنصرة برسالة واضحة من الأب عريضة للمشاركين، ركز على إنه الروح القدس اللي بنعيد ظهوره الأكبر والأعظم في تاريخ الخلاص، هو أول إشي وأخيراً ضمان حضور يسوع الحي والقائم في الكنيسة وفي كل واحد فينا، وهو كمان روح الكنيسة وجوهرها المحرك، وهو حياتنا وازدهارها وتقدمها. وبنهاية العظة وبهالمسا المبارك بعشية حلول الروح القدس، أعلن الأبونا عن افتتاح سنة اليوبيل الماسي 75 للرعية والكنيسة. 75 سنة لتكون سنة فرح ونعمة لننطلق منها للأمام، ووقفة أمام الرب لنشكره على النعم بحياتنا. بهاي الكلمات وغيرها أعلن الأب عريضة عن سنة اليوبيل 75، 75 سنة من العطاء والخدمة للكهنة والرهبات اللي خدموا الرعية والكنيسة من بداية تأسيسها لليوم. وبعهد الأبونا فراس واللي ضاف خدمة نوعية وفريدة للكنيسة والرعية، لتكون الرسالة للجميع بأنه الخدمة هي محبة. بسنة اليوبيل الماسي للرعية مثل ما تكرم وحكى الأبونا عريضة، فالصلاة لكل شخص موجود فيها من الصغير للكبير، من خدام لجنة أو مجلس رعوي، الشبيبة، الأخوية المريمية وجوقة الترتيل. وبهيك بيوم العنصرة وبعد 50 يوم على القيامة تنطفئ الشمعة الفصحية، بيتم إنزالها من الهيكل لتوضع عن جرن المعمودية، وبالنهاية حبة شوكولاتة عليها شعار اليوبيل لنتذكر دايما هاي السنة سنة رعيتنا وكنيستنا. سبع مواهب من الروح القدس وهبنا إياها الرب يسوع لتحل بأجسادنا اللي هي هياكل الروح القدس، خلينا نحافظ عليها ونستخدمها بالشكل الصحيح. وكل عام والجميع بخير ومحبة، من محافظة إربد لقناة نورسات نيفين حداد. احتفلت الجمعية الأنطونية الخيرية في بيت لحم بعيد شفيعها القديس أنطون بدواني، وذلك بقداس إلهي أحياه الأب رامي عساكرية كاهن رعية كنيسة القديسة كاترينا، وبحضور رئيس وأعضاء الجمعية والمسنات والمسنين المقيمين فيها وعدد من المسؤولين وأهالي المدينة. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. هنا وفي هذه الكنيسة التي تحمل اسم القديس أنطون البدواني شفيع الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية، أقيم القداس الإلهي الاحتفالي السنوي الذي ترأسه قدس الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا، وبحضور رئيس دير الأرمن الأب إسبيد باليان والإقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي كنيسة الروم الكاثوليك والكهنة والشمامسة، وبحضور رئيس وأعضاء الجمعية الأنطونية ورئيس وأعضاء بلدية بيت لحم وممثلي المؤسسات الدينية والاجتماعية في المدينة والمسنين والمقيمين في دار الجمعية والجوقاء وأهالي المدينة. وخلال كلمته أعرب الأب عسكري عن فرحته وشكره للقائمين على إدارة الجمعية الأنطونية، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة والاستمرارية والتطور في هذا الصرح، وهنأ كل من يحمل اسم أنطون توني أنطونيوس. محبة واحتراما للقديس أنطون البدواني وأعماله، تبنى أبناء طائفة اللاتين في بيت لحم في بداية القرن العشرين
أفكاره ومبادئه، وأسسوا باسمه الجمعية الأنطونية اللي كانت في بداية الأمر هي أخوية القديس أنطون البدواني، واللي تحولت مع الأيام إلى الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية اللي أخذت من اسم القديس أنطون اسم إلها، ومن القديس أنطون شفيع للجمعية يرعاها في أعمالها الإنسانية اللي بتقوم فيها. وطبعا الجمعية من 1913 لليوم بتقوم بأعمال جليلة وأعمال كثيرة في خدمة المجتمع، سواء على المستوى خدمة المسنين أو على مستوى الخدمات الاجتماعية الأخرى. فالقديس أنطون هو شفيع الفقراء وشفيع الأشياء المفقودة وشفيع الطلبة لنوال النجاح. وبعد انتهاء القداس استقبلت إدارة الجمعية المؤمنين في قاعة الأنطونية، حيث قدم فيلم عن مسيرة وتطور الجمعية ما بين الماضي والحاضر، كما قدمت التهاني والمعايدة للجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية. الجمعية الأنطونية اليوم تحتفل بعيد شفيعها مار أنطون. كان في قداس احتفالي وكان في ريسبشن وكلمات وإنجازات الجمعية. ما تفاجأناش بوجود كم كبير من أهالي بيت لحم، وندل على شيء بدل على إعجابهم وانبساطهم بالخدمات المتطورة والمتتالية اللي بتصير من أعضاء إدارة الجمعية الجديدة، مش الجديدة، خلال 3 سنوات الماضية في الخدمات المقدمة للمسنين. وطبعا نحن بجانب هذه الخدمات اللي هي من ناحية طبيب مداوم وسوشيال وركر وإلى آخره، نسعى كمان لبناء مشاريع عشان الجمعية على المدى المتوسط يصير عندها اكتفاء ذاتي ويصير تطور حالها أكثر وأكثر في المجتمع الفلسطيني. إحنا شغلنا بالجمعية هو في خدمة الله والإنسان، بنتركز في أعمال الرحمة للمسنين، مندير بالنا عليهم، منعتني فيهم بكافة النواحي، جسدية، نفسية، يعني من كل الجهات. وكمان من يعني برضو مننفذ نشاطات لإلهم. في عنا من أبرز نشاطاتنا نادي المسنين اللي هو فعاليات كل يوم مرة بالأسبوع أو مرتين للمسنين المقيمين وبرضو المسنين اللي خارج المدينة. منحب إنه دائما الناس تزورنا ودائما يكون في زيارات للمسنين ليعتنوا فيهم، لأنهم كتير بيحبوا يشوفوا حدا جاي عندهم ويعتني فيهم. وإحنا مبسوطين اليوم إنه في ناس في الجمعية، هذا الإشي بيعكس جو حلو للمقاتلين ولبرا. فيا أيها القديس أنطونيوس البدواني شفيعنا المعظم، انظر إلى شقائنا، ارمقنا من علو السماء وتعهدنا بعونك، أبعد الأخطار العديدة التي تحدق بنا أثناء سفرنا من هذه الأرض، أرض الظلمة وظلال الموت، وكن لنا مرشدا أمينا وترسا منيعا ومعزيا شفيقا، ونجنا من أخطار الروح والجسد. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار أنطون بيت لحم. أكد الدكتور بشتوان صادق وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية أن وزارته أدت دوراً فعالاً عبر المساجد والمؤسسات الدينية في رفع وعي المواطنين وتعزيز روح الوحدة وثقافة العيش المشترك في الإقليم. وقال صادق إن النازحين إلى الإقليم إبان أزمة الإرهاب الداعشي، لا سيما المسيحيين وجدوا في مساجده يومئذ الترحيب والمساعدة، وأشار إلى سعي وزارته لتوحيد الخطاب الديني وترسيخ روح التسامح ونبذ العنف والكراهية. ورأى الوزير الكردستاني أن الوضع اليوم في الإقليم جيد جدا، إذ حمت الحكومة جميع المكونات من الإرهاب وساندتهم في جميع المراحل. وخلص صادق إلى القول: الإقليم ملاذ آمن للجميع، حيث الخطاب المعتدل والتعايش الأخوي، لذا يعيش 90% من مسيحيي وسط العراق وجنوبه في كردستان مستأنفين حياتهم بكل حرية وأمان. منعت الحرب المستمرة في غزة 39,000 طالب وطالبة من أداء امتحانات الثانوية العامة، حيث حولت أحلامهم إلى حسرة وشعور بخيبة الأمل. وقدرت مجموعة التعليم المدعومة من الأمم المتحدة أن أكثر من 75% من مدارس غزة تحتاج إلى إعادة بناء كاملة
أو إعادة تأهيل كبيرة لفتحها من جديد. وقد تم تحويل الكثير من المدارس والكنائس في غزة إلى ملاجئ للنازحين، بينما تعرض البعض الآخر لأضرار بسبب القصف. وتمثل امتحانات الثانوية العامة جسراً من الأحلام نحو مرحلة جديدة كان الطلاب في غزة يأملون أن تعبر بهم إلى مستقبل حافل بالفرص، غير أن 9 أشهر من الحرب جاءت لتقضي على كل تلك الأمال. وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 7043 طالباً وطالبة قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة. بمناسبة عيد العنصرة وحلول الروح القدس، قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة مميزة تطرقت خلالها لمفهوم الروح القدس في الكنيسة. وقد أثرى الحلقة اتصالان مع كل من الأيكونومس قسطنطين هلسي كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بلدة الربة بمحافظة الكرك، والأب الأرشمندريت الدكتور بسام شحديت النائب الأسقفي العام للروم الكاثوليك رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك. فإلى هناك، نحن لا نعمل إلا من الروح القدس، مهما تكلمنا ومهما فعلنا ومهما إن كان ما في موجود فينا الروح القدس داخلنا ليعمل فينا، ما لا نفهم ولا نعي ما نقول ولا نعي حياتنا الروحية للقداسة، وكلنا مدعوين للقداسة والقديسة. فمفهوم الروح القدس دايما عند المؤمن أبونا دايما مبهم، الموضوع بحسه زي الولد الثالث المتروك، يعني الأول والثاني زي الولد الثالث المتروك، إنه الناس مش كتير فاهمة موضوع الروح القدس. فهذا عدم الفهم، هل بعدم وجود الروح القدس أو الوعي لقوة الروح القدس أو معنى أو أهمية الروح القدس اللي موجود في حياتنا. لما درسنا بالفلسفة الحضارات، نعم، وتاريخ الحضارات القديمة خصوصا حضارات منطقة الشرق الأوسط، هي كلها كانت تؤمن بأن روح الله ساكن في الفناء. لما الدنيا بتشتي كانوا يحكوا أنه الله فرحان عليهم عم بيسقي لهم نباتاتهم. لما كان الزلزال والبرق والرعد والأحداث للطبيعة، هيجان الطبيعة إذا جاز التعبير، يحكوا روح الله. فمصطلح روح الله هي القوة المنبثقة من الميتافيزيك بالنسبة للبشر، كان دائما توقوا أنه في قوة خفية فيها روح مش جسد ما بنشوفها. ولما أجوا بالعهد القديم بنشوف أول كلمة لما نفتح الكتاب المقدس في البدء، تكوين، في كلمة البدء، في البدء كان روح الله يرفرف على الغمر. فروح الله انبثق مثل ما بتحكي العقائد الكنسية، وإحنا بنعرف إنه الآب والابن والروح القدس بهذا المفهوم الروحاني، بهذا المفهوم الروحاني هم لم يخلقوا، هم يعني يسوع المسيح ما إجا يوم وانخلق، إحنا بقانون الإيمان بنقول مولود غير مخلوق، لأن روح الله موجود من أول ما تفتح الكتاب، أول وكان روح الله يرفرف على الغمر، شو الغمر؟ البحر يعني. وكانت الأرض بحكوها بالعبراني طاهو باهو، خربة خاوية، ما كانش في أي نوع من الحياة. كلمة الله لما خلق فيها الكون، كانت الأرض، كانت سماء، ليكن جلدا، لتكن نباتا، لتكن حيوان، لتكن نبات. كلمة الله الخلاقة بروحه خلق الكون بالكلمة، اللي هو مين الكلمة؟ يسوع المسيح. السيد المسيح لما ذكر البرقليط، طبعا في ناس كتير قالت البرقليط هو إنسان سوف يأتي ليشهد للمسيح، هيك فكروه. فهو البرقليط كيف جاء؟ قال إني أرسل لكم البرقليط وهو يمكث معكم إلى الأبد. فيش إنسان يمكث مع البشرية للأبد، فعشان هيك هو مش إنسان يعني. ويحل فيكم، يعني فيش إشي إنسان بحل بإنسان أو بحل، ويذكركم بكل ما قلته لكم ويأخذ كل ما لي فهو الذي يمجدني. يعني جاء كمان الكتاب المقدس السيد المسيح ذكره. فالبرقليط للي بيشكك وبقول البرقليط هو إنسان أو القادم أو يعني، هذا يثبت على أن البرقليط هو من روح الله. الحديث عن العنصرة حديث طويل و بينحكى فيه معلومات مهمة جدا.
كل المؤمنين انهم يعرفوها، و مع عدم اللعب بالكلمات، لانه اذا اخطانا بحق الروح القدس بحكي لنا ربنا انه التجديف على الروح القدس لا يغتفر، لا غفران له لا في هذا الزمان ولا في الآتي. وبناء عليه بدها تكون معلوماتنا موثقة من كتابيا وموثقة من خلال الآباء القديسين في الكنيسة. وهون بنحكي انه ربنا في اللقاء الأخير مع التلاميذ، مثل ما بيرد في أعمال الرسل الأصحاح الأول، انه طلب منهم ان ينتظروا في أورشليم، ينتظروا موعد الآب. موعد الآب، وين الآب وعد؟ بإرسال هذا الروح. من المعروف انه كل ما يتعلق في المسيح بأدق التفاصيل وردت عنه نبوءات في العهد القديم بتفاصيل دقيقة. يعني مثلا الآلام اللي بيقرأ أشعية 53 يكاد يجزم بأنه أشعية كان موجود في حوادث الآلام، وهو فرق بينه وبين المسيح على الأرض حوالي 700 سنة. لكن أيضا أهمية العنصرة في موعد الآب اللي ورد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، بيقول ويكون في آخر الأيام أني أسكب من روحي على كل أحد، مش أسكب روحي على الأسقف أو على الكاهن، لا، أسكب روحي على كل أحد، فيتنبأ بنوكم ويرى بنات بنوكم وبناتكم أحلاما. هذا الموعد، موعد الآب اللي أعلنه الرب يسوع المسيح للتلاميذ من بعد قيامته من بين الأموات، فتم في اليوم 50 لقيامته. أول شيء بدنا نحكي كمان إيش معنى كلمة عنصرة. كلمة عنصرة هي كلمة عبرانية تعني محفل أو اجتماع، العنصرة. ولذلك في لغة الإنجيل الأصلية في اللغة اليونانية ما بترد كلمة عنصرة، ترد كلمة الخمسيني البنديكتي، أي في اليوم الخمسين للقيامة. لهيك في العنصرة موعد الآب الكل مدعو لأن يمتلئ بهذا الروح. عيد العنصرة هو خاتمة الأعياد، وفي هذا العيد حل الروح القدس على التلاميذ وبدأت الكنيسة. وبحب أزيد إنه كيفية استقبال الروح القدس وكيف بنخضع للروح القدس. لاستقبال الروح القدس لازم يكون عندنا روح الطاعة، الطاعة لمشيئة ربنا. كل ما أنا بطيع مشيئة ربنا كل ما أنا بأستقبل الروح القدس. فالنقطة الأولى هي الطاعة. والنقطة الثانية على مثال التلاميذ، كان في خلوة أختلي بيني وبين الله، والروح القدس بحاجة إلى صمت، إلى سكينة وهدوء، لا أسمع همسات الروح في قلبي في نفسي، أسكت أصوات العالم الخارجية لأصغي لصوت الروح القدس الداخلي. إحنا بنحكي في القداس لنطرح عنا كل اهتمام دنيوي لنستقبل ملك الكل. لما بنكون بالكنيسة نترك كل شيء برا وبنستعد لاستقبال الروح القدس. وكمان كل واحد في داخله هو كنيسة. والشماس في بداية القداس بحكي حان الوقت للرب أن يعمل. يعني أترك الله يعمل في قلبي. والقديس بولس تحكي لنا في أفسس 5:18 لا تسكروا من الخمر التي فيها الخلاعة بل امتلئوا من الروح. القسم الأول من الآية لا هو سلبي، ابعاد عن السكر، ابعاد كل الأمور الخطايا،
والقسم الثاني بل امتلئ من الروح إيجابي. كمان في قلبي بيكون اضطراب، بيكون خطايا، بيكون حقد، بيكون كل الأمور السلبية، بدي أزيل كل هاي الأمور السلبية وأخلي الروح القدس يعمل فيي عشان اثمار الروح محبة في قلبي، الفرح، السلام، طول الأناة، اللطف، كل هالثمار هاي تعمل فيي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس لينير الروح القدس عقول الحكام ويبعث فيهم الحكمة والحس بالمسؤولية. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل. السفير البابوي بعمان، الأردن يعد مثالاً في الحوار بين الأديان وبلد استقراراً في الشرق الأوسط. في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، إقليم كردستان ملاذ آمن لمسيحي العراق. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني newsatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.